لجوهان والكعب بطريقة له محاولة هجومية تصل على اليمين على طول ناحية ألفريد، عرضية جميلة جدا خطيرة والهدف جول جول جول. الهدف الأول، الهدف الأول لفريق الداخلية في متابعة جميلة بقدم عبد الرحمن البنوبي على طول الداخلية يسجل يا سيدة. الهدف الأول هدف التقدم في مرمى أسوان ده في الدقيقة 42 من نهاية الشوط الأول. الهجمة السريعة واللمسة والعرضية الساحرة بقدم اللاعب ألفريد تعدي من كل الناس، والمتابعة الغير عادية بقدم عبد الرحمن السقران سابقا اللي أصبح الآن هو عبد الرحمن البنوبي عشان يسجل الهدف الأول، هدف التقدم الآن في مرمى أسوان. الداخلية يتقدم مشاهدينا على أصحاب البيت والدار على أسوان بهدف قاتل في وقت قاتل، ولكن فريق الداخلية يقلب الطاولة ويتقدم الآن بهدف واحد مقابل لا شيء. عبد الرحمن الكرة الطولية عالية خطيرة الدربة والهدف الثاني جول 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 جول. الهدف الثاني عملوها ثاني وسجلوا الهدف الثاني، دربكة دفاعية واخطاء كارثية موجودة ورا في دفاعات اسوان، وعلى طول على طول يستغل المهاجم النيجيري ألفريد هذه الثغرة والدربكة الموجودة في اداء كل من محمد عطوب واحمد كاسيلو، وعلى طول فريق الداخلية يضرب الضربة الثانية، يضرب الضربة الثانية ويسجل الان الهدف الثاني، هدف التعزيز ده في الدقيقة الأخيرة وفي الثانية الأخيرة من عمر الشوط الأول. الداخلية يخطف نادي أسوان في دقيقتين ويسجل في دقيقتين هدفين. هذه العادة مرة ثانية عبد الرحمن الكرة الطولية، وادي الفرجة وادي الفرجة الركنية الآن نزول محمد المرسي على طول عرضية عالية راسية خطيرة تعدي وتخطورة اللمس والراسية جول جول. الهدف الأول، الهدف الأول لتماسيح النيل محمد جدو، محمد جدو جدو يا جدو، واللي عاوز يهده تجيب له جده محمد جده. ارتقاب براسية ذهبية ادي العادة مرة تانية، بس العرضية الساحرة ثم الراسية الجميلة من ديلسون والمتابعة والارتقاب، اي ارتقاب اي ارتقاب واي راسية. الله 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 عليك يا جده. نادي اسوان مشاهدينا يسجل الان الهدف الاول، هدف تقليص الفارق في دقيقة 57 من عمر المباراة من راسية ذهبية غير عادية. واحد نادي اسوان، اتنين فريق الداخلية. حماس كبير لجماهير كبيرة عظيمة موجودة هنا في اسوان، اهل الصعيد الجدعان والمؤازرة الغير عادية والراسية. هوبا التصويب يا الله جول جول جول. الرومنتادا الرومنتادا واي رومنتادا واي تصويبة. الله 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 عليك يا ولد، الله عليك يا ولد، فرحت النهاردة كل البلد. تصويبة صاروخية، تصويبة صاروخية، دانا دانا دانا، بص شوف عملها ازاي. الله 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 التصويبة الصاروخية الغير عادية بالقدم اليسرى، روعة الروعة. تسلم لرجليك، تسلم لايديك، تسلم لعينيك، تسلم لي والله كل حتة فيك. اللاعب البديل، البديل السوبر، البديل السوبر، اول لمسة ليه، اول لمسة ليه محمد المرسي. اصعب اللحظات المتبقية على الفريقين حتى الان في المباراة، لمسة على اليمين تصل انطلاقة للامام محمد نجيب، نجيب بعرضية حلوة راسية خطيرة متقطع الهدف جوا جول جوا جول جول. الهدف الثالث، الهدف الثالث، القضية القضية للداخلية، القضية يا سيدة بقدم عبد الرحمن البنوبي. الهدف الثالث القاتل في الدقيقة الثالثة بلس 90 من نهاية المباراة، هدف قاتل قاتل قاتل، هدف فرحة كبيرة وسعادة رهيبة لمحب الداخلية، والصدمة والأسى والحزن الكبير لكل المحبين والعاشقين لأسوان. بالثلاثة الآن يتقدم نادي أسوان على فريق، يتقدم الآن فريق الداخلية بالثلاثة على أسوان. هذه العرضية ثم الراسية الذهبية، الراسية المية مية، الراسية الغير عادية. ارجع وين على الشمال خطيرة
المرسي عالية راسها دفاع عبد الرسول ترجع وترجع على اليمين تترد من قدام اللاعب الفريد كرة طولية خطير خطير ادي على واحد عبد الرحمن بعرضية خطيرة رشيد احمد والهدف جول جول جوه جول الهدف الرابع الهدف الرابع لفريق الداخلية هدف تأكيد الفوز هدف مشاهدينا تأكيد البقاء مع الكبار الداخلية خلاص يبقى مع الكبار وخلاص أسوان وغزل المحلة هبطوا رسميا إلى دوري الدرجة الثانية أدي الهجمة أدي الهجمة وأدي البوصة الجميلة بقدم عبد الرحمن البنوبي وعلى طول لمسة سحرية بقدم هداف موجود قدام في الخط الأمامي هو الخطير الوحش الناجيري هو اللاعب رشيد أحمد عشان فريق الداخلية يقضي تماما على أمال نادي أسوان ويسجل الهدف الرابع في المباراة.